عاوزين من حضرتك يا فندم تشرح لنا او تشرح للناس ايه هي المحاور اللي هتكون موجودة في الوثيقة. هو مؤكد الوثيقة هامة للغاية لأنها الحقيقة ترجمة لاستراتيجية مصر 2030، ويمكن الحقيقة هذه الاستراتيجية اللي هي نتحدث حاليا في أجل متوسط تقريبا بنتكلم في 6 أعوام، وهو ده المفترض انه الخطة اللي هيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة اللي هي فترة ولاية السيد الرئيس الحالية. مؤكد هذه الوثيقة تضمنت أكثر من بعد، لكن ما يتعلق بالوضع الاقتصادي على المستوى الكلي الحقيقة حظي باهتمام كبير للغاية، سواء ما يتعلق بنسبة الدين للناتج المحلي وكيفية التعامل الحكومة مع هذا الأمر، قدر تحميل الفايدة أو التكلفة الخاصة بالدين في الموازنة العامة للدولة، مسألة تحقيق فائض سواء كان فائض كلي أو فائض أولي، ما يتعلق بنسبة العجز في الموازنة العامة للدولة. هي دي كلها من الأمور اللي تحدثت عنها الاستراتيجية، وأتصور أنه الدولة ككل سواء كان الحكومة الحالية أو حكومات يمكن أن تكون قادمة المفترض أنها هتنفذ هذا الأمر. ما يتعلق به أيضا التحدي هام للغاية هو معدل النمو الاقتصادي، بالتأكيد من الأمور اللي بتشغل ذهن الدولة المصرية، لأنه الحقيقة هيختلف كثيرا عما اعتدنا عليه خلال سنوات بعيدة ماضية، أنه احنا نتحدث عن معدل نمو بمفهوم التنمية، وهو أنه النمو الاقتصادي اللي بيشمل كافة القطاعات الاقتصادية، النمو الاقتصادي اللي بيشمل كافة محافظات مصر، النمو الاقتصادي اللي بيساهم في الجميع ويستفيد من عوائده ونتائجه الجميع. صحيح. دي هي مسألة مهمة جدا، انه المواطن لازم يشارك في عملية التنمية بمزيد من العمل والجهد، وعلشان يكون مردود او نتاج هذه الاستراتيجية بيعود عليه بالنفع. بالتأكيد انه التحديات والظروف سواء كان الداخلية او الخارجية اللي بتحيط بالاقتصاد المصري في الظروف الحالية بالتأكيد ضاغطة على الجميع، ضاغط على الوضع الاقتصادي العالمي ككل، على معظم دول العالم. بالتأكيد أيضا مصر تأثرت كثيرا بالأزمات المتكررة اللي شهدها الاقتصاد العالمي واللي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأربع الماضية، ما يتعلق بجائحة كورونا ثم أزمة أوكرانيا ثم أزمة القضية الفلسطينية. بالتأكيد دي كلها اضطرابات شهدها الساحة الدولية وأثرت على الوضع الاقتصادي العالمي ككل، وبالتأكيد كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري. الحقيقة يمكن الاستراتيجية اتعاملت مع هذا الأمر في إطار أن مستهدفات هذه الاستراتيجية أتصور أنها واقعية في إطار من التفاؤل، لكن الحقيقة واقعية لكن ليست في إطار الأحلام بعيدة الأمد اللي لا يمكن تحقيقها. ما يتعلق به أيضا موارد مصر من النقد الأجنبي، الحقيقة كان في اهتمام واضح بالقطاعات الاقتصادية المولدة للنقد الأجنبي سواء ما يتعلق بالاستثمار المباشر، تحولات المصريين في الخارج، عوائد السياحة، قناة السويس، هي كل هذه الأمور تم توضيحها بشكل أرقام ونسب، وعشان كده بنقول إنه هذه الاستراتيجية وما سيتم ترجمته في إطار خطة للدولة تتضمن أهداف واقعية يمكن تحقيقها بسهولة.